دستور يعكس الحالة المصرية. بهذه العبارة وصف رئيس لجنة صياغة الدستور عمرو موسى العملية التي تحضرت لها كل فئات الشعب الطامحة إلى طي صفحة الماضي والمضي قدما بمصلحة البلاد على جميع الأصعدة. الدستور بيتعامل مع مصر وهي تعيش هذا العصر ومع التحديات اللي بتواجهها مصر، بيواجهها المجتمع في مصر، ولذلك فيه تركيز كبير على الحريات، على الحقوق وعلى المصالح. المصريون أجمع يتحضرون للتصويت على ثاني استفتاء للدستور خلال 3 أعوام، بشوارع تغطيها لافتات تأييد ودعوات إلى التصويت بنعم. واختار البعض الخروج في جماعات وصولا إلى ميدان التحرير مطالبين الجميع بالمشاركة. أنا نازل بكرة وعشان أقول نعم للدستور، لأن فيه الاستقرار وفيه الأمن والأمان، ولأن الدستور هو أمننا كلنا كمصريين. هقول نعم للدستور لأني أنا تابعته وتابعت النقاشات وقريته، ما لقيتش فيه حاجات ضخمة إحنا معترضين عليها، بالعكس فيه حاجات كويسة وحلوة ليا والمستقبل ولادي. لم تقتصر دعوات الخروج والمشاركة في الاستفتاء على أفراد الشعب واللافتات الإعلانية، بل حتى المتحدثين بأسماء الأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة المصرية أكدوا ضرورة المشاركة. وقررنا أننا سنسعى لدعوة الناس للتصويت برغم كل العوار الذي شبه هذه العملية. سياق المحيط بالخروج التعديلات الدستورية سياق كله فوضى وكله يعني لحظات تشنج، فكان ده من العوامل اللي أثرت على قرار حزب النور، واللي هو بيؤكدوا حتى هذه اللحظة انه مش بس بيقول نعم انما بيسعى ان كل المصريين يقولوا نعم لهذا الدستور. ها هي مصر على بعد خطوات من البداية الحقيقية للعهد الجديد بحقوق وحريات ومصالح كفلها الدستور المرهون بالاستفتاء عليه. فهل سيغلق 14 من يناير بوابة عهد الظلام ويضع حدا لمعاناة الكثيرين؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.